خليني هنا اخد معانا على التليفون دكتور ايمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه. اهلا بيك يا دكتور ايمان. اهلا بيك، اهلا بيك استاذ يوسف. صوت حضرتك منورنا دايما. ميرسي. انا بشاركك الوطنيه. العفو يا فندم، العفو يا فندم. والله يعني خالص. انا بقول مبروك لمصر. مصر النهارده اثبتت بشعبها انها كالعاده دوله قويه جدا، فيها امن قومي، امن الحقيقه، امن وامان. احنا بنعيش عصور بجد ديمقراطيه ما لم تسبق من قبل.